بداية المباراة المنتظرة اللي خطفت كل الأضواء في الفترة الأخيرة، ما في كلام ما في حديث، وصلنا الآن للحظات الأخيرة قبل بداية المعركة في ميدان أرضية الملعب هنا بين أقدام اللاعبين. المباراة اللي بدأت منذ فترة في وسائل الإعلام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، يوم جميل هنا وأجواء جميلة نترقب في انطلاقة مباراة كبيرة. وحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ولقاء اليوم هو ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. نتمنى بأن ترتقي هذه المباراة لمستوى التطلعات. من الممتع دائما متابعة مباريات الدوري لأن دائما فيها إثارة وفيها حماس وندية، في تنافس مختلف بين الفريقين وكل فريق يسعى لتحقيق أهداف في المسابقة. مساعد الحكم يرفع الرأي ويحتسب تسلل، اعتقد ان اللاعب كان يقف على نفس خط اخر مدافع، رح نتاكد. يا سلام، انظر الى هذه التمريره. التسلل موجود لان توقيت الانطلاقه مهم جدا. الأضواء مسلطة على لوريس في مباراة اليوم، أعلن بشكل رسمي بأنه سيعتزل مع نهاية الموسم. هذا الأمر بالتأكيد يجعل الجميع يركز تماما معه بشكل أقوى. لاعب قدم مسيرة كبيرة، عطاء من أجل الفريق. تصدي ممتاز من حارس المرمى، يرتمي ببراعة، يتصدى لهذه الكرة. شوف الرشاقة في اللقطة. فهد المولد يمنع التسديدة من المرور. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية التماس. فهد المولد يا لحيب الله على التمريرة. شوف حارس المرمى يدافع عن المرمى ببسالة. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. مدافع بيخلص الخط، فرصة محققة بالضيع، لكن شوف حكم الراية، كرة كانت صعبة. هذه اللقطة اللي كان يتقدم فيها عن آخر مدافعين بفارق بسيط جدا. كومان، الله على التحكم بالكرة، شوف المراوغة، شوف كيف يعدي من المدافعين بكل سهولة. بتروح الكرة للخصم. هدوء في بناء الهجمة، ما في استعجال، بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم. الكرة تعود إلى الخصم. نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. يا رباه، هدف أول ونقطة تحول. الله على البداية، الله على الافتتاح. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تدخل ممتاز في قطع التمريرة. بمهارة بمر فيها، بيتخلص من الرقابة الآن. فرصة الهجمة المرتدة الآن. محاولة هجومية هنا. يا الله، فرصة للتعادل. أوه، كان توتنهام قريبا من التعادل. فرصة كبيرة بتضيع على السبيرز. تونالي، عند الكرة في مكان خطير. فدائية كبيرة في هذه اللقطة، شوف اعتراض الكرة. تصويبة افتقدت القوة، وجدت طريقها إلى الحارس.
1 minute of adding time. الشوط الأول ينتهي 1-0. الشوط الثاني يبدأ لفريق توتنهام. عمل جيد في قطع الكرة. هجوم لمصلحة توتنهام. يقطع باتجاه العمق. كرة جميلة في مكان خطير. الله! التعادل يأتي. المباراة تبدأ من جديد. نلقي نظرة مرة أخرى على هذا الهدف الجميل. شوف التحرك، شوف، انظر على هذه الكرة واللقطة. حارس المرمى ما كان عنده خيار ولا أي فرصة في التصدي. مدير الفني للفريق الضيف أعتقد حسم أمره، حسم قراره، راح يجي للتغيير في هذه اللحظات. كومان، لعب هادي وبدون تسرع بالرغم من نتيجة التعادل بين الفريقين. تسديدة بعيدة عن المرمى، كم ممكن يروح ويكمل، كم ممكن يفكر في حل زميل أو أن يسدد بدقة أكثر. الكرة ضاعت في النهاية. كان بإمكانهم بأن يكونوا في المقدمة الآن لو كان في فاعلية أمام المرمى. لا يمكن بأن تستمر في إهدار كل هذه الفرص. استمرار ضياع الفرص بهذا الشكل لا شك يجعل الفريق يندم في نهاية المباراة. الهدوء مطلوب في استثمار هذه الكرات واستغلالها. نستعرض على الشاشة مشاهدينا المباراة القادمة للصاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز. ضغط ناجح في الأمام. ركلة حرة لمصلحة توتنهام. واضح أنها دقائق تدخل المدربين. نشاهد الأوراق الآن في نفس التوقيت. لا جديد. الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. ركلة حرة هنا لمصلحة توتنهام. دعونا نلقي الضوء على المواجهة المقبلة لتوتنهام. عندما يواجه فريق مانشستر يونايتد في اللقاء القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. مباراة متوسطة، أعتقد بأن المباراة أيضا من الممكن الخروج من خلالها بنتيجة إيجابية، بالذات إذا تعامل معها بشكل جيد. يخسرون الاستحواذ. ضغط عالي يمارس سلام بقوة على المدافعين. فرصة للتقدم في المباراة. في وقت مثالي يتدخل بيشتت الكرة، بيخلصها في اللقطة الماضية. كرة كانت خطيرة لكن تصطدم في الدفاع. بيخسر الكرة. مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. الحارس يتصدى للكرة بدون أي صعوبات. ثمان دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. معروف بتمريراته، اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. اللحظات الأخيرة وهدف التقدم لو أتى من هذه الكرة سيكون هدف قاتل. صافرة الحكم تعلن عن وجود خطأ.
الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. تونالي، كرة تقطع بعد عمل جيد حقيقة. ثلاث دقائق لا أكثر كوقت مضاف. الفريق تقدم فيها، شوف بناء الهجمة، فرصة هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة. فهد المولد يخسر الاستحواذ. صافرة نهاية المباراة على نتيجة التعادل مشاهدينا. مباراة كانت قوية والتعادل كان نتيجة عادلة في نظري لما قدم الفريقين في أرضية الملعب، كان واضح تقارب المستوى.